السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم اخواني الاعزاء، معكم زياد هادي استاذ آلة العود والنظريات من العراق. اشرف بكم اخواني ونبدأ تماريننا ونبدي برامجنا ونبدي افكارنا كلها نطرحها بالفيديوهات للي يتعلم عود واللي يتعلم صوت وغناء. اليوم احنا عندنا اغنية هي طبعا من مقام البيات وهي احبابنا يا عين اللي غناها الفنان الكبير فريد الأطرش واللي يتناول كثير من الفنانين اللي غنوهم. قبل ما ابدأ عندنا دورات الموسيقية اللي هي اونلاين، اشتراك بها شهري موجود رقم الواتساب اسفل الفيديو، تقدر تاخذ التفاصيل، هي 8 محاضرات شهرية. اهلا وسهلا بكم اخواني مع المدرسة العراقية والشرف بكم. نلاحظ امامكم هذه النقطة، يعني هسه احنا من نبدي دائما تعودنا مثل الفيديوهات الباقية انه نقراها سولفيج، يعني راح تبدي عندك من الري ري، هذه اس وتحتها ري، يعني اما تقول ري مع الدم بس ري 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 باوع عندك في البداية. طبعا تاخذ انه مقام البيات هو بيات على درجة الري، هو ياخذ سي بيمول مي كار بيمول، يصير عندك ري 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 مي فا صل فا مي ري 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 دو فا مي ري. القوس هذا عادي، هذا الخط الأسود ري 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 مي فا صل فا مي ري ري دو فا مي ري اس فا صل لا صل باوع، لاحظ فا صل لا صل فا فا مي اس مي فا صل فا مي مي ري، نعيده فا صل لا صل فا فا مي اس مي فا صل فا مي مي ري اس فا مي فا صل مي ري فا مي فا صل مي ري ري فا فا صل لا سي دو سي لا لا صل دو سي لا اس صل صل لا سي دو لا سي صل صل فا دي زين، عندك اسم رابع سي لا صل صل اس فا صل لا صل فا فا مي اس مي فا صل فا مي مي ري اس فا مي فا صل مي ري فا فا صل مي ري. اخوان الاعزاء لاحظتوا انتوا امامكم، الان احنا راح نبدا اعزف لكم بشكل مبسط ري 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 مي فا صل فا مي ري ري دو فا مي ري اس. طبعا تنعاد كل وحده مرتين، انا راح اعيدها مره واحده فا صل لا صل فا فا مي اس مي فا صل فا مي مرات بالاداء ايش نسوي فا صل لا فا فا صل لا صل فا فا مي مي فا صل فا مي اس فا مي فا صل مي فا مي فا صل مي. ممكن تقسم هنا الأعزاء، أتمنى أنه أعجبكم الفيديو وأشرف بكم قناتي، لا تنسون اللايك والإعجاب طبعا، واللي يحب أنه يشترك بقناتي شرف إلي الكبير، واللي يحب أنه يشترك بالدورة أونلاين شرف إلي الكبير، وأهلا وسهلا بكم، تحياتي مع السلامة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا
لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.